منزلة الزهد الجزء الثاني. فنستأنف الحديث عن منزلة الزهد، مقام الصالحين السالكين إلى الله عز وجل صبرا واحتسابا، ثابتين على عبادته، مصححين ومطهرين، تائبين آئبين إليه مع التوابين والمنيبين، بالغدو ولا صال يذكرونه لا يفترون. ليكون المؤمن قادرا على حمل تكاليف الشريعة سيرا إلى الله عز وجل عبر الآماد والحقب من عمره، يشق الفتن ما ظهر منها وما بطن تحيط به من كل اتجاه. ولذلك فإن الله عز وجل إذ أوصى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يسلك إليه وأن يعبده حتى ياتيه اليقين، جعل له في طريقه صوا وعلامات، وجعل له في طريقه منارات يستنير بها ليرى السبيل الذي يقوده إلى الله عز وجل وليستبين الصراط المستقيم. هذا النور الذي أوتيه محمد عليه الصلاة والسلام أوتيه كذلك سائر المؤمنين من المسلمين من فم محمد عليه الصلاة والسلام ومن سلوكه إلى ربه، فكان قدوة للعالمين. وكان قول الله في بيان هذه المنزلة، منزلة الزهد، كثيرا في القرآن الكريم، منه قوله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذه الآية وأضرابها التي تأمر محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه ومن بعده من المسلمين والصالحين أن يلتزموا عبادة الله غالبا ما يقترن بها أمر الرزق، كما في هذه الآية: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فالرزق إذن هوس ووسواس قد يفتن الإنسان عن ربه، ولذلك يأمره بالعبادة ويأمره بالسلوك إلى الله ويأمره بالصلاة وينبهه إلى أن رزقه مضمون. لما جاء هذا الاقتران بين الأمرين؟ كلما أمر القرآن بعبادة الله إلا وذكر بأن الرزق مكفول عند الله، كما في قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. ذلك أن من أخطر ما يفتن العبد عن عبادة الله التفكير المرضي في الرزق. وفرق بين تفكيرين: تفكير مرضي وسواسي في الرزق يفتن عن عبادة الله، فهذا هم مذموم غير محمود، وتفكير إيجابي في الرزق يؤمن بأن الله عز وجل قد ضمن الرزق لعباده، وإنما عليهم أن يسعوا، أن يخرجوا، أن يغدوا كما تغدو الطير خماصا ليروحوا بطانا. فمن لم يغدو لا يروح، اللي ما خرجش بكري ما يرجعش مع العشية. فالغدو خروج الباكر والرواح رجوع المساء، فمن لم يغدو لم يروح. فإذا إن كنت تغدو باسم الله فرزقك مكفول بإذن الله، هذه واحدة. وإنما الشأن لدى المؤمن إذا أراد أن يستمر على عبادة الله ويترقى في منازل السائرين، لأن السير إلى الله قلت منازل، منزلة تعقبها منزلة أعلى ثم تعقبها منزلة أعلى، كالسلم الذي نصعد فيه إلى الطبقات العلى من الدور والمنازل، سواء مدارج كما سماها ابن القيم رحمه الله جمع مدرج، وهو كل أمر نتدرج فيه أي سلم. فالطريق إلى الله هي هكذا نسعى، وطريقنا طريق الذي نشقه هو أعمارنا. فما دمت تعيش أيامك فأنت تخلف وراءك درجات دنيا وتستقبل درجات عليا. وإن كان المؤمن
مؤمنا حقا يسعى إلى ربه سالكا إليه راغبا فيه سبحانه وتعالى، فإنه يترقى بصورة إيجابية، يكون ترقيه ترقي قرب واقتراب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قرب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالحركة التعبدية هي تقرب، بمعنى أنك تقطع المسافات وتخلف وراءك عمرا يدفعك قربا قربا إلى الرب عز وجل، إلى الله الرحمن الرحيم. ليضمن الإنسان هذا لا بد وأن يحذر من أن تفتنه الحياة الدنيا، من أن يفتنه وسواس الرزق، فوسواس الرزق مرض خطير يدمر حياة العبد. لنقول إن على الإنسان أن يتواكل وينام ويخمل فهذا مذموم، وإنما عليه أن يسعى، وبعد السعي يجب أن يسكن قلبه ويطمئن خاطره. لا ينبغي لمؤمن هو يجتهد في عمله، يبذل طاقته في تجارته أو في وظيفته أو في غير ذلك من الأعمال التجارية أو الإيجارية، ثم بعد ذلك لا يكاد ينام، يجد قلقا وصداعا وألما ألا يأتيه رزقه، هذا مريض، ولا يستطيع مثل هذا أن يسلك إلى الله حقا. ولذلك كانت وصية الله لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وتعبير القرآن عجيب: ولا تمدن، فمد العين أو مد البصر إنما يعني النظر إلى البعيد أو العالي، كدوز في الطريق وتشوف شي عمارة ما شاء الله شاهقة في السماء، فتمد عينيك، لأن خصك واحد المسافة باش تشوف لأواخر العمارة. مد العين أو مد البصر، البنايات الشاهقة من عمارات وفلل وغير ذلك مما يملأ الأرض مساحات علوا أو انبساطا، كل ذلك إنما يرى بمد العين. مد العين عموديا أو أفقيا، إما تشوف العلو ولا تشوف المساحة الواسعة، لمن هذه؟ لفلان، فتمد عينك إلى المساحة الواسعة. وفيه دلالة أخرى تدل على أنك بعيد من ذلك على المستوى الوجداني وعلى المستوى الاقتصادي، أنت فقير مسكين، تجد أن بينك وبين ذلك الغنى مسافات، فتمد عينيك. ومن الإشارات اللطيفة لهذه العبارة أن فيها معنى الطمع، تطمع أن يكون لك مثل هذا، كما طمع معاصر قارون أن يكون لهم مثل ما لقارون، طمع. تمد عينيك أي تطمع أن يكون لك هذا العلو أو تلك المساحة المنبسطة. فقال عز وجل: ولا تمدن عينيك، لا تطمع، فإن الطمع طامة كبرى تفتنك عن العبادة وعن السلوك إلى الله والوصول إلى رضاه وإلى المقامات العلى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواج من الذكر والأنثى، أسرة فلان وأسرة فلان وعائلة فلان. وقال عز وجل: منهم، وهذا تعبير عجيب، فيه ضمير الغائب هم، وفيه دلالة على الإبعاد، ما قالش ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منكم، بل قال منهم، حتى لا تطمع أن تكون منهم، فهم ليسوا منك وأنت لست منهم، وابقى خير لك حيث أنت، فلا شأن لك بهم. فهؤلاء ما ذكروا ولا وصفوا ولا عرفوا، وإنما عبر عنهم بضمير الغيبة الجمع، هم لا شأن لنا بهم، ولا بطريقة كسبهم لمالهم، ولا بمجال صرفهم لمالهم، ولا بطريقة عيشهم لحياتهم. لا تتعب نفسك، فلا خير لك في ذلك، وإنما الذي تطلب من ربك رزقك، أطلب رزقك، ورزق ربك خير وأبقى. فرزق الرب هنا يفيد المعنى الأخروي وأيضا المعنى الدنيوي. رزق الرب المال الحلال الطيب الكافي الشافي بإذن الله، الذي يغض بصرك، كفاك إذا وسع الله عليك بما يغض بصرك عن أن تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فهذا رزق حسن، يغض بصرك عن فتن الدنيا ويوصلك إلى الله في الآخرة، لأن الرزق الطيب يأبى
إلا أن يأكله الطيبون، ويأبى إلا أن يصرف في الطيبات. الرزق الحلال سبحان الله العظيم عنده طبيعة، هذاك الرزق هو ما يبغيش أنه يتصرف الحرام، حتى ولو وسوس لك شيطان فالرزق الطيب الذي بين يديك يتأبى عليك أن ينصرف في الحرام، ولا يقودك بعد ذلك رزقك هذا الطيب الحلال إلا إلى الحلال، فيكون حينئذ طاعة لله عز وجل. هذا الرزق يقودك إلى الطاعة، الرزق الطيب الحلال يقودك إلى عبادة الله، فيكون هذا الرزق نفسه متاع لك في الدنيا وحسنات لك في الآخرة، فهو يبقى لا ينقطع. أما رزق أولئك هم فهو فان، متاع الحياة الدنيا، هو زهرة الحياة الدنيا، والتعبير بالزهرة له دلالة الفناء. أقل النباتات عمرا الزهرة، الوردة يعني عمرها قليل، غير تفتح كتبدأ تشرف، غير تفتح تبدأ تشرف، صغيرة ما حدا ما فتحت، ما حدا ما زالت برعوم، الوردة أو الزهرة بقي صغيرة بقي في شبابية، غير تفتح بدأت تشرف، حينا تبدأ تشرف لتساقط أوراقها بعد ذلك. ولذلك قال عز وجل زهرة الحياة الدنيا، تلك الأموال الطائلة التي تمد إليها عينيك وتتشوف إليها وتتشوق، هي كالزهرة مثيرة، لأن ألوان الزهرة مثيرة ورائحتها مثيرة جذابة، الزهرة أو الوردة، ولكن عمرها قليل 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 فان، زهرة الحياة الدنيا. أما الرزق الذي تتمتع به أنت الآن تأكله وتعيش به، فإن الله يدخره لك وأنت تتمتع به صدقات وحسنات في الآخرة، فتعيش به مرتين، تعيش به الدنيا وتعيش به إن شاء الله تعالى الآخرة. ويكون الرجل إذ يطعم زوجته متصدقا كما في الحديث الصحيح، وإذ يطعم أبناءه متصدقا، وإذ يطعم من يطعم بعد ذلك متصدقا، ما دام رزقه طيبا حلالا، فلا شيء من الرزق الطيب الحلال لا يؤجر عليه العبد. قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون له بذلك وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله، أو نعم يا رسول الله. قال كذلك إن وضعها في حلال، وفي بضع أحدكم صدقة، الإنسان يجامع زوجته الطيب الحلال ويؤجر على ذلك، كذلك إن أطعمها اللقمة الطيبة الحلال يؤجر على ذلك، إن أطعم أطفاله الصغار اللقمة الطيبة الحلال يؤجر على ذلك، إن كساهم، كل حركته الاقتصادية المالية في الدنيا ما دامت مصادرها من حلال وتصرف في الحلال فهي قصور شاهقات في الجنة، تأكلونها هنا وتبنى هناك. ولذلك قال ورزق ربك خير وأبقى، خير منهم، ما متعنا به أزواجا منهم خير منهم، هذه هو قليل ولكنه مورث للسعادة في القلب وللسكينة في النفس وللاستقرار في الأسرة، استقرار أسرة تستقر وترتاح إلى هذا القليل. ثم بعد ذلك هو خير بهذا المعنى وأبقى، لأنه يتضاعف أضعافا كثيرة عند الله في الآخرة. المؤمن إذن إذ يرى هذا يشتغل بما هو مفيد، إذا حصل الكفاية من رزقه ورزقه الله عز وجل الكفاف والعفاف والغنى عن الناس، يزهد فيما في أيدي الناس فيحبه الناس، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. بهذا الشكل يكون حينئذ قد ضمن لنفسه السكينة النفسية، ولا تقود كثرة المال الكاثرة إلا إلى الفتن، يفتتن الإنسان عن الخلوص لعبادة الله عز وجل. وكثير من الناس أموالهم شغلتهم بحيث لا يجدون وقتا لتذكر ربهم، وهذه مصيبة كبرى. مال مثل هذا شره أكثر من نفعه، وهو أشبه ما يكون بما قال الله عز وجل في الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك المال الذي يفتن عن عبادة الله، لا يتركك أن تتذكر ربك إذ يناديك أن حي على الصلاة حي على الفلاح، لا تجد وقتا للاستجابة، ما أنت فيه إذن يسمى فتنة، لنفتنهم فيه. فهذا المال الذي يطغي والذي يجعل الإنسان يخاف أن يذهب منه ويضيع
ويجد نفسه مقيدا بماله. إنما خلق المال ليسخره الإنسان لمصالحه، ولم يخلق المال ليسخر الإنسان لمصالحه. أمران متناقضان، هناك من يسير المال، هو يسير المال ويديره، وهناك من يسيره المال الذي لا يستطيع أن يتحكم في وقته، ولا أن يتفرغ أوقات العبادة لعبادة ربه، ولا أن يرى حتى أطفاله وأبناءه ويسلم عليهم ويكلمهم ويسكن إليهم كما هو مطلوب منه، الذي لا يجد وقتا لهذا بسبب انشغاله بالمال، هذا موظف، موظف عند المال وليس المال هو الموظف عنده، العكس تماما. ولو كان هو مدير الشركة، ولو كان هو رب المعمل، فالمعمل سيده حينئذ، وهو ربه وهو مسيره ومديره. وما ذلك الإنسان إلا عبدا لدى معمله أو لدى ماله أو لدى ما فتنه عن ذكر الله وعن الصلاة. وإنما المؤمن الذي يدير المال هو الذي يستطيع أن يقول للمال حينما يقول الرب حي على الصلاة قف، ويغلق باب المال، لأنه طلب منه أن يفتح باب الله ليستقبل ربه ويستقبله ربه. الإنسان الذي يستطيع أن يتصرف هكذا هذا زاهد حقا، ولو كان يملك الملايير من المال زاهد. وبين الزهد للمرة الأخرى ليس هو التعفف أن تمتلك الحلال، ليس الزهد أن تزهد في المال الحلال، لا أبدا، وإنما الزهد ما بينا من حيث المال، ألا يتعلق قلبك بما يفتنك عن ذكر الله وعن إقام الصلاة، وأن تدخل في تناول الطيبات من الرزق والحلال متعبدا بذلك لله، إذ تكون خادما حينئذ للضروريات الخمس التي جاء بها الإسلام، وعلى رأسها الدين أولا، ثم ما تبعها من النفس والعقل والنسل والمال. فكان المال خادما لما سبق. إن كان الإنسان يقبض على ميزان الشريعة متوازنا في سيره إلى الله عز وجل، ويعلم أن دخوله في هذه الحياة الدنيا إنما هو لتسخيرها، ليمارس الخلافة العمرانية الكونية لله الواحد القهار، التي حملها يوم حملها أمانة يسير بها إلى الله عز وجل قويا أمينا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كما بينا مرارا، ظلوما لنفسه إذ تحمل ما لا يطيق، جهولا بقيمة الأمانة وخطرها، ولكنه إن صدق الله حقا وصدقا أعانه عليها فحملها، وإن كان لا يطيقها يسرها الله له تيسيرا. وقد يسرت الأمانة للأنبياء والمرسلين وللصالحين عبر التاريخ ومن هذه الأمة وفي كل زمان وفي كل مكان. فجوزي الإنسان عن صبره وصدقه وإخلاصه الجزاء الأوفى، ولا يكون الجزاء الأوفى إلا رضا الرحمن الملك المنان سبحانه وتعالى، وإنما رضاه أن يسكن العبد حيث يسكنه الرضا الرباني، وهو الجنة، أعلى مقام من الكون وأشرف مكان من الوجود. فالحياة قلنا إذن سلوك إلى الله، ومن أخذ يسلك إلى ربه لا بد له بأن يجعل هذه الآية نورا يسلك به الحياة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. راحة وسكينة تنبعث في النفس، وجمال وهدوء يطبع الإحساس حينما يقرأ الإنسان هذه الآية بقلبه، ويرى حينئذ ما يرى حواليه من الأعمال والأموال بعين العابد المفكر في المشروع، كيف يخدم به ربه، كيف يخدم به دينه، لا كيف يوفر وكيف يكثر. وإن المكثرين في الدنيا هم المقلون يوم القيامة، نسأل الله العافية، لا كيف يكثر وإنما كيف يسخر. وهذه مشكلتنا، مشكلتنا فعلا أننا حينما نفكر في المال نفكر كيف نكسر، كيف يكتر، وإنما العبد الحق المؤمن هو الذي يفكر في المال كيف يسخره. ما الذي دعاك أن تفكر في المال؟ حاجة؟ فقر؟ صحيح، فكر في المال حينئذ، لكن ليس لأنك
ترى فلان وترى فلان له وعنده وأنت ليس لك ولا عندك، وإنما الفقر يستعاذ بالله منه. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، لأنهما صنوان وأخوان، وقد يؤدي أحدهما إلى الآخر والعياذ بالله. لكن الإنسان إذا فكر بعد ذلك وقبله في مال الحياة الدنيا كيف يسخره لعبادة الله، لأن الفقر قد يفتن الإنسان أن يعبد الله، الحاجة قد تفتن الإنسان، لا تترك له راحة أن يعبد ربه. فالفقر كاد أن يكون كفرا كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. ولكن مع ذلك الفقر حتى وهو كذلك ليس عيبا، ليس عيبا إطلاقا. ومن الصحابة جمهور غفير كان أفقرا من الفقراء، وتعلمون أصحاب الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كثير، فاق عددهم أحيانا 70 صحابيا كانوا لا يجدون مأوى يأوون إليه من بعد ما هاجروا من مكة إلى المدينة. بعضهم كان من الرقيق وبعضهم كان من أهل المال ففقد كل ماله وجاء إلى المدينة لا يملك. صحيح الأنصار آووا ونصروا ولكن العدد كان كثيرا، فبقي منهم جمهور غفير يبيت في المسجد النبوي ويظل فيه، فكانوا أهل الصفة فقراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم ويكرمهم، وما كان ذلك عيبا فيه إطلاقا. فهذا إذن لا ينبغي للمؤمن أن يستقذره، ولكن يسأل الله المعافاة والنجاة منه. وهو أيضا أقول الفقر يعني هو أيضا سبب يدفع الفطن الذكي الكيس، والمؤمن كيس فطن، يدفعه إلى أن يستثمر طاقة مهمة من الطاقات العبادية فيه التعبدية، وهي طاقة الدعاء. الحاجة تلجئ العبد الصالح إلى الله، وخير شيء يلجئ إلى الله عز وجل الحاجة، وإنما يلجأ إلى ربه المحتاج. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فالفقير يملك دافعا حقيقيا وواقعيا ووجدانيا أيضا لينخرط في الدعاء لا يفتر، يدعو الله صباح مساء، ويكون صوته حينئذ سلسلة من نور متصلة بالسماء لا تنقطع، وصوته تشهده الملائكة سماعا، لأن الملائكة تشهد دعاء الصالحين والفقراء والمحتاجين، فيعينون ذلك العبد بالدعاء هم أيضا لله أن اكشف الغم عن فلان وفرج الكرب عن فلان، ويكون الدعاء حينئذ مخ العبادة كما في رواية، وفي رواية أصح الدعاء هو العبادة، وهذا قول للنبي عليه الصلاة والسلام ثابت بسند صحيح. الدعاء هو العبادة، وهو هذه التي تفيد التوكيد مع العبادة التي تفيد الاستغراق، نتيجة ذلك كله أي العبادة الحق. ورأس العبادة أن يكون العبد دائم الدعاء، دائم الطلب لله على كل حال لا يفتر. إذن إذا كان طلبك للرزق في حركتك الدنيوية قائما على هذا، فكن على يقين أن هذا رزق ربك وقد نسب إلى الرب، ورزق ربك حينما يأتي منه سبحانه لا يكون إلا خيرا ولا يكون إلا باقيا، لأن الله يعطي الخير ويعطي ما يبقى، ورزق ربك خير وأبقى. الناس يملكون مالا صحيح هو في الأصل من الله، ولكن لنفتنهم فيه ما نسب إلى الله عز وجل، لنفتنهم فيه. وأنت تملك رزق ربك، فأنت إذن موصول بالله، متصل بالله عز وجل، أعطاك فأخذت، والله وصلك بهذا الرزق، فأنت محظوظ، أنت ولي من أولياء الله، هذا ولي حقا الذي يرزق رزق ربه، لا يكون إلا وليا. وليس الولي فقط يعني ذلك النادر الذي كما يقول لا يجود الزمان بمثله، الأولياء في الدنيا كثير لكنهم مغمورون، فتش عنهم في أولئك الذين أصيبوا بالحاجة وصبروا وسلكوا إلى الله، فما مدوا أعينهم إلى حرام، وما مدوا أعينهم إلى ما بني بالحرام، وإنما مدوا أعينهم إلى السماء، إلى الله الواحد القهار، يسألونه الصباح ويسألونه المساء، يعبدونه بالدعاء ويذكرونه بالدعاء، يستفيقون على الدعاء،
ويسيرون على الدعاء وينامون على الدعاء، مثل هذا يكون زاهدا حقا ويصل إلى الله حقا، يصل ما دام أنه يسأله سبحانه وتعالى، يسأله وحده دون سواه، فليكن على يقين أنه سيجيبه وأنه سيجعله من خاصته، لأنه لم يعدد المصادر، وحدها. فمن وحد المصدر اختصه الله به. حينما يفتنك مال الحياة الدنيا وتظن أن رزقك عند فلان أو عند فلان وفي المؤسسة الفلانية وبالشكل الفلاني وبالطريقة الفلانية فتجعلها مصادر للرزق، حينئذ لا يأتيك رزق ربك. يعني هذا اصطلاح كلام خاص، هذا خاص، رزق ربك ما يأتيك برضا ربك عن الطريق التي يرضاها ربك سبحانه وتعالى، فيكون حلالا طيبا. والذي يأتيك لأنك وحدت الوجهة والمصدر فسألت الله وحده وأيقنت بأن هذه الأسباب وأن فلانا وفلانا والمؤسسات جميعا إن هي إلا أشكال يوظفها الله ويسخرها الله لك تسخير، منطق تسخير هو الذي يحكم عقيدة المؤمن، ليس فلان هو الذي يرزقك ولا المؤسسة الفلانية التي ترزقك ولا التجارة الفلانية التي ترزقك، ولكنها وسائل سخرها الله وأخضعها، كما يستسخر الإنسان حماره ليحمل عليه الأثقال، فتلك وسائل سخرها الله تحمل إليك رزقك رغم أن فيها ماشي خطرهم، إن صدقت الله حقا فسيطرق الرزق بابك. وفي الحديث الصحيح إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، وفي رواية أكثر مما يطلبه أجله. أجلنا لسنا نحن الذي نطلبه، أجل وفاة هي اللي كتقلب على مولاه وتأتيه إلى المكان المعلوم في الوقت المعلوم، الأجل يطلبك يتبعك حتى يصلك، ورزقك أشد طلبا لك من أجلك. إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجل. فإن كنت موقنا بهذا فاعلم أن لا أحد من المخلوقين يرزق أحدا أبدا، كل مخلوق هو محتاج إلى رزق، فكيف من هو اسم مفعول مرزوق يتحول ليكون اسم فاعل رازق أبدا؟ ما دام المفعول مفعولا فهو كذلك إلى يوم القيامة. كل خلق الله مخلوق، ولا خالق من خلق الله، وإنما الخالق هو الله، وكل مخلوق مرزوق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل مخلوق مرزوق، ولا يمكن أبدا للمرزوق أن يرزق غيره أبدا أبدا، ومن لا يملك الشيء لا يملك أن يتصرف فيه. فحتى المال الذي يصل صاحب المال ليس له، هو لله، فلا يستطيع أن يتصرف فيه حقيقة، وإنما تصرفه فيه تصرف مجازي، يتصرف بإذن الله، إرادة الله من ورائه، تستسخره إما لينال أجرا فيكون من باب ورزق ربك خير وأبقى، وإما لينال وزرا فيكون من باب لنفتنهم فيه. واحد في اثنين، إما أن تتصرف في المال من باب الفتنة فذلك الوزر عينه صلى الله عليه، وإما أن تتصرف فيه من باب المنة، أي تشعر أن الله امتن به عليك وأن لا يد لك فيه، فهذا من باب رزق ربك الذي أسند فيه الضمير بالإضافة إلى الله، ورزق ربك فيكون لك خيرا ويكون لك أبقى. لو أن المؤمن اعتقد هذه العقيدة بقلبه حقا لزاهد حق الزهد، وإنما الزهد شعور بالسكينة والراحة إزاء مسألة الرزق. الزهد المعنى ديالو ماشي ما تاكلش وما تشربش، تعيش مرتاح، ما يوليش الرزق عندك وسواس، مرض معقد، رفد الهم، عندها ما يجيوش الكليان، عندها يتحرق الحانوت، عندها يوقع، لا يطرق باله إلا الآفات والمصائب، هذا مريض، هذا ما عندوش يقين بأن الله هو الذي رزقه. ولنفرض وقع ما وقع وخربت هذه التجارة، أليس الذي رزقك كل ذلك بقادر على أن يرزقك أضعاف ذلك؟ بلى. إذن بقيت تشك في الله عز وجل؟ خزائن الله عز وجل محدودة أبدا لا حد لها. لو يعتقد المؤمن في الله العقيدة الصحيحة بوجدانه وإحساسه لسلك إلى ربه ذللا بسهولة، سلوك مرتاح، يعيش الأنس بالله ومع الله عز وجل، ما دمت تعتمد على هذا الرب الذي يرزقك ولا يرزقك سواه،
والذي يشفيك ولا يشفيك سواه سبحانه، والذي يسندك ويحميك ويحفظك ولا يحفظك سواه، ما دمت تسير تحت نوره وبنوره وفي نوره فأنت مضمون العاقبة، مضمون العاقبة. والإنسان اللي يحس بأنه مضمون العاقبة يرتاح، يرتاح الراحة التامة، فيدير حياته بسم الله. حياتك تجارية إن كنت تاجرا، الاجتماعية إن كان عندك اشتغال بالمجال الاجتماعي، الوظيفية إن كنت موظفا، كل حياتك بكل أشكالها مما أنت وكيف أنت، حينما تديرها بسم الله لا تكون إلا على هدى من الله. وهذا اللي يخلي الإنسان، هذا اللي يخلي الإنسان يصبر، يصبر في طريق الله. ولذلك قال عز وجل بعد مباشرة وامره لك بالصلاة واصطبر عليها، لأن يعني المؤمن إذا كان يسير بنور الله وفي نور الله، النور يأبى الظلام، يعني النور إذا درت شمعة في واحد البيت مظلام كيضوى كامل. فإن كنت أنت تسير بالنور فلا ينبغي أن يكون محيطك من أسرتك فيه الظلام، سكضوي الموضع ديالك. ولذلك قال وامر أهلك بالصلاة، مش غير بوحدك، أسلك إلى الله مع أسرتك ومع محيطك ومع كل مكان وصلت قدمك إليه. لا ينبغي لمؤمن أن يكون لازما كالأفعال اللازمة في النحو والصرف، بل يجب عليه أن يكون متعديا بالمعنى النحوي مش بالمعنى اللغوي، بمعنى أنه يوصل الخير إلى الآخرين بشكل تلقائي غير متكلف. هل الشمع يضيء؟ النور بطبيعته يضيء، لا يستطيع النور، لا يستطيع إلا أن يضيء، ما يقدرش ما يضويش النور، تلك طبيعته. والنور بذلك يكون منصورا، يكون منصورا رغم أنه واحد، فإنه ينتصر بإذن الله. والظلمات كثير ومع ذلك تنهزم بإذن الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات الكثيرة، أسلحتها كثيرة، أشكالها كثيرة، طبقاتها كثيرة، ورغم ذلك لا تثبت أمام النور وهو واحد، لأن النور إنما هو الله عز وجل، وقد كان اسمه سبحانه وتعالى النور من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهو النور ثم هو نور السماوات والأرض، ينير كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى. فإذا كان المؤمن يتأسى بربه، يتأدب بأدب الرب عز وجل، ويستفيد من هذه الأسماء الحسنى التي تنير الكون لمن له عينان وبصيرة يرى نور الرب في كل مكان سبحانه وتعالى، ولا يمكن إلا أن يسلك في مجال، يمشيش بوحده، يمشي في مجال، يعني نور تكون له هالة بحال القمر من اللي يشرق في الليل، عنده واحد الفضاء ضير به كله مضوي، هذه الدائرة كبيرة حول القمر تسمى الهالة، هالة القمر. فكذلك المؤمن الحق لا ينبغي إلا أن تكون له هالة، هذه الهالة هي المحيط الذي يعيش فيه، أسرته أولا وقبل كل شيء. وامر أهلك، أهلك بالصلاة وأنت واصطبر عليها. وهذا التعبير، هذا العجيب في القرآن الكريم، الاصطبار هو الأصل، واصبر ماشي واصطبر، ولكن اللغة العربية فيها عجيب واحد المذاقات، أنه بعض الأحيان اللي تكون القضية مأكدة كيدخلوا لها حرف، لما تكون عندها العلاقة فعل فيه صاد كيتزاد له الطاء، اصطبر، واحد آخر مثلا اصطحب، الأصل ديالو صاحبة، صاحبة مشيت أنت واحد، ولكن اصطحب شديته معك ما تفللته، اصطحب. فكذلك صبر صبر، ولكن اصطبر شد مزيان وصبر مزيان. وكذلك ازدرد، غير باش نفهموا المعنى ديال الكلام وكان نوسع في الامثله، الاصل ديالها الكلمه اللي نستعملوا بالدارجه، زرد، زرد كلمه عربيه اصيله فصيحه، يعني هي صارطة، هذا هو، وفعلا هو عربي فصيح، صارطة عربيه فصيحه، بزاف ديال الكلمات العاميه هي من العربيه القديمه شي حتى ديال دابا وباقي اصبحت في المجتمع الان. زرد يعني صرت، وازدرد كيصرت وحده مورا وحده مورا وحده. فإذن هذاك الدال اللي دخل دل على التوكيد وعلى الكسرة، وغالبا الدال عنده علاقة بالزاي والراء، زارد ازدرد، وزارع ازدرع، والصاد كيجي معاه الطاء، اصطحب اصطبر واصطبر عليها، شد فيها مزيان. القانون ديالك، السكة ديالك اللي ما حدك شد فيها راك يمكن تبت على علاش تبت. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه، يعني داك الشيء صعيب،
اليوم تشوف وغدا تشوف، تضيف عند فلان وتضيف عند فلان، شحال قدك ما تصبر على ما تقولش خصني بحال هذه، في عياب ندم. ولذلك قال له واصطبر عليها الصلاة، ما حدك شد في الصلاة ديالك التي هي معراجك إلى الله، التي هي باب الدعاء الذي يسمعه الله عز وجل منك مباشرة في الحين. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في الحديث الصحيح الثابت، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، لا يكون العبد في لحظة أقوى أبدا منه في صلاته، لا يكون العبد في أي لحظة من لحظات عمره أقوى منه في صلاته. يعني المعنى ديال الكلام، ما عندك شي وقت اللي تكون فيه قوي جدا قد اللحظة اللي تكون تصلي. القوة النفسية والوجدانية، لأنك حينما تخضع لله رب الكون، رب الكون هذا الذي أنت تخضع إليه وتخضع له، يصبح الكون كله عبدا مثلك. أنت تصلي لمن؟ تصلي لله. ومن الله؟ رب الكون. حينما تخضع له كتقد أنت والكون كله، البشر كلهم، وضيعهم ورفيعهم، العوالم البشرية وغير البشرية تصبح في وجدانك حينئذ كلها عبد، عباد، عبيد. الصالحون عباد والطالحون عبيد، وأنت عبد بحالك بحالهم، لأنك تعبد ربك، ربهم جميعا، رب الكون. وحينئذ بهذا الوجدان تستطيع حينئذ أن تتقوى بسند الله، لأنك تعبد القوي حقا، وتشعر بأن ما كل سوى الله ضعيف لا قيمة له إلا بمقدار صلته بالله. حتى واحد ما يجيك للبال بأنه قوي في ديك اللحظة إلا بالقدر باش هو متصل بالله. فإن كان متصل بالله فهو أخوك، لا يمكن أن يؤذيك أبدا، إن لم ينفعك فإنه لا يؤذيك. وإن كان غير متصل بالله فاعلم أنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإن جندنا لهم الغالبون، وأنك أقوى منهم جميعا ما دمت خاضعا لربهم جميعا. فالصلاة إذن هي سندك، وهي مادتك وسلاحك، وبابك السري إلى الملأ الأعلى. بابك السري حد ما كيسيق له الخبر، أنت تصلي جسدها وقدام الناس، أما الروح فإنها تعرج إلى بارئها، تخترق الطبقات من الفضاءات والسماوات حتى تتصل بالله. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، ادعو حينئذ، اطلب الله تعالى، فأنت ببابه بين يديه سبحانه وتعالى ينظر إليك، وأنت الآن تعبده كأنك تراه. في ذيك اللحظة اطلب، اسأل ما شئت من الدعاء. فمثلك الذي نودي وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما عليك إلا أن تستجيب لله إذ يناديك. ونداء الله أوقات الصلوات، أوقات الصلوات، حينما تستجيب للنداء وتضرب عن الدنيا التي تفتن سهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، تضرب عنها وتغلق أبوابها حينئذ، وتفتح بابا واحدا، باب الله، باب الآخرة، فإنك حينئذ قد زهدت حقا ولو كنت تملك الملايين أو الملايير، زاهد. فهذا الزهد إذن هو الذي يجعل المؤمن يطمئن، يطمئن ولا يصاب بأي شيء من الأدواء النفسية التي خربت البلاد والعباد. من الظواهر اللي نشوفها اليوم تكلمنا عليها مرة أخرى، قلق النفسي، اضطراب، المرام مريضة بالسكر، مريضة بالأعصاب، الرجل مريض بالسكر، مريض بالأعصاب، الزلزال النفسي، مشي لطبيب الأمراض العصبية وقع له حالة اضطرابات بدنية، كل ذلك يرجع إلى هذا الأصل واحد، أنه وقعوا أن مدوا أعينهم لما متعنا به أزواجا منهم، كيشوف اللي ما عندوش وكيتعقد أنه ما عندوش، وبغى يوصل داك الشيء اللي ما عندوش اللي ما وصلوش لله، ويتقلق ويتعقد أنه ما وصلوش، يتهرس، كيتكسر الوجدان ديالو وتحطم الأعصاب ديالو، ويصبح حينئذ لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة كما نعبر. ما صلحش للعادة لأنه اجتماعي فاشل، والعادة هي العوائد الاجتماعية، ما صلحش للعبادة لأنه ما عندوش استقرار ولا سكينة. وإنما العبد من سكن لربه، هذا العبد. الله أكبر. قبل أن